أمي صاحبة الجلالة، لا أفهمك، أحضرت هذه الفتاة ولم تعاقبيها، ماذا يجري هنا؟ قولي لي ماذا تريدين؟ اقتليها. أقتلها؟ هكذا سوف ترتاح، الفتاة جميلة وذكية، سأبقيها لخططي المستقبلية. لماذا أمرتها بالركوع؟ لما لم ترسليها لقصر زيانغ ليان كسيدة للقصر؟ أريد اختبارها، إن احمرت وجنتاها فهذا معناه أنها ستفيدني. لا أظن أنها تقدر، إنها من البشر. متأسفة أيتها الإمبراطورة، أنتظر الآن عقابي، فلا يمكنني أن أقدم العرض كما يجب لمتعتك، فالموت مصيري. إلا لو تعطفت جلالتك علي وطلبت من الإمبراطورة أن ترحمني، فسأقدم لك عروضا كثيرة وقتها. يا نار قفي عزيزتي، تعالي بالقرب مني، تعالي. حبيبتي أصبحت نحيلة، هل فقدت شهيتك؟ يجب عليك إخباري بما ينقصك، وإن كنا يهملن العناية بك أخبريني، أنت الإمبراطورة الآن، الإمبراطورة. هل تريدينها؟ يانر، لا يسمح للأطفال بالكثير من الطلبات. إنها الإمبراطورة، لم تعد طفلة، بالإضافة إلى أنها لا تطلب الكثير، سوف ألبي رغبتها. أمي، ألا تعتقدين أن دلالها سيسبب لنا المشاكل؟ أريد تزويجها للإمبراطور كي تنجب أميرا. يينر ما زالت صغيرة جدا، يمكن ليونيسي أن تساعدها وتفعل ما نريده مقابل أن أعفو عنها، وما سنفعله معها هي ستنجزه بنصف الوقت. ماذا، أليس مناسبا؟ لديك بعد نظر أمي. حاضر. بعد مغادرتك من هنا ستكون فرص لقائنا أقل، وإذا أقدمت على أي عمل آخر من سيواجهني؟ لا تكوني بلهاء، فجميعنا نعيش في القصر وستكون بيننا لقاءات. ولكنني لا أريد المغادرة. وأنا مثلك، ولكن هذا ليس بيدنا أن نقرره. اعتني بنفسك وسآتي لزيارتك بدون انقطاع، اكبحي جماح تصرفاتك ولا تتعجلي أمور المستقبل شير، فلا نعرف ماذا يخبئ. لا تركضي بسرعة. علي أن أسرع حتى تطير الطائرة الورقية عاليا. أنت بخير؟ هل تؤلمك؟ قدمي تؤلمني. أين؟ ولا أستطيع أن أدوم.
عليها. سأحملك. تحسنتي؟ كنت أظن أن الإمبراطور يعيش حياته بلا مسؤولية، يقوم فقط بالركض في عربة الماعز. لم أتخيله لطيفاً وحساساً. لو عملني بهذا الشكل لأطعته بكل جوارحي. شير يونيسي، ستعيشين في قصر جيونفانغ وستكون فرصتك أكبر للقاء الإمبراطور، فأوصي بي. سأكون مضيفته وأستطيع التجول في القصر كما يحلو لي. ثم لما نفترق؟ هيا بنا. لا 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 لا. هل ردتي جميلة؟ جميلة. تلك الفتاة بيوتي لي، ساذجة ولكنها المفضلة عند الإمبراطور. لا تعرف شيئا عن القصر، تلهو وتلعب. أماه، يجب أن تسيطري على تصرفاتها. سوف أفعل، اطمئني، سأقوم باللازم. دعيها الآن كما يحلو لها. سنذهب إلى هناك، هيا بنا، اتبعاني. حاضر. بيوتي لي، ماذا يدور في بالك؟ إنها حامل ولم أعلم بهذا. أمي، ما العمل؟ أريد أن أزوجه ينر بأسرع وقت. سوف أطمئن حينها وأرتاح، وسيحصل الحمل قريبا. مولي؟ نعم سيدة. أخبري الخدم أن على الإمبراطور أن يلازم قصر جيوفانغ ولا يغادره. حاضر. لن أسمح لأحد أن يسلبني ما هو لي وللإمبراطور. أنستي، أنستي، أنستي. نلعب معا؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أنستي، أين أنت؟ أنستي، 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 أمسكتك. جلالتك، زنغ يانر، ما زلت صغيرة. كيف يفعلون هذا؟ كيف يفعلون؟ زنغ يانر، هل أنت خائفة مني؟ أنا خالك، لست أنا من يجب أن تخشيه. تخافين مني؟ لن يتحقق مرادهم إذن. رائع، لم أكن أنوي ارتكاب جريمة. أيها الحراس، سأذهب لقصر يالان. أرجوك يا سيدي، ابقى هنا، أرجوك. ابتعد عن طريقي. سيدي، سيدي، الإمبراطورة يا سيدي طلبت أن تلازم القصر من الآن فصاعدا حتى يولد الأمير، وإن حدث غير ذلك سنفقد حياتنا. أعطف علينا يا سيدي، أرجوك. يمنعونني عن التمتع بحريتي.
يا نار، أنا خالك. لماذا تخافين مني حبيبتي؟ ألا تذكرين عندما كنت صغيرة كنت أدللك وأحبك؟ تذكري، في إحدى المرات ذهبنا لركوب الخيل وكنت ستقعين، لكنني أمسكتك. كنت مشاغبة. أعطني يدك. منذ زمن بعيد كان هناك إمبراطور عاش في أجمل بيت على الإطلاق. كان لديه المال الكثير ويستمع لأجمل الألحان، ولكنه لم يكن سعيدا. تعرفين لماذا؟ لأنها كل ما يفعله أو يتكلم به كان مسيطرا عليه من أشخاص آخرين. كان كعصفور في قفص لا يستطيع الهرب ولا حتى الطيران. شكرا، أنت طيبة. أهم شيء في حياة المرء أن يتصرف كما يحلو له أن يتصرف، وأن يفعل ما يريده. كالعصافير التي تحط على الأغصان تزقزق وتفرح وتطير. جلالتك، تريدين إيقافي؟ هل لديك حبيب؟ هذا هو السبب. لا يمكنك معرفة كم هو ممتع البقاء بجوار الحبيب، وكم هو مؤلم الفراق. سأذهب لقصر يلان للتو. أريد رؤية بيوتي لي. أريد البقاء معها. انهضي، انسي الأمر. إنك لا تتفهمين كم هو مؤلم أن يكون المرء إمبراطورا مع وقف التنفيذ. مؤلم. صاحب الجلالة، المكان مليئا بالحراس، لو خرجت سوف يعترضون طريقك. كم أنت غبي، ألا تعرف أن الإمبراطور يحاول مغادرة القصر؟ لو عرفت الإمبراطورة سوف تسلخ جلدك. آسفة جلالتك. ألا تخافين إذا عرفت الإمبراطورة؟ مع أني لا أعرف حقا شعور الواقع بالحب، أريد جلالتك مسرورا وسعيدا. شكرا. اذهب بسرعة. هل تحسنت شهية الإمبراطورة وأصبح نومها أفضل؟ جلالة الإمبراطورة، كل شيء يسير بشكل جيد. أيأتي الإمبراطور كل يوم؟ أجل، يوميا. هذا جيد. إذن هناك فرصة بأن تحمل زانجينر. وعندما تنجب ولدا سيصبح ولي العهد. حضرت بيوتي لي. سيدتي، بيوتي لي هنا.
كيف تأتي بهذا الوقت المتأخر؟ أدخليها. حاضر. أنا هنا لأقدم احترامي لجلالة الإمبراطورة. لماذا أتيت الآن؟ الوقت متأخر، يبدو بأنك تعصين أوامري وتتجاهلين القوانين، وهذا لا يعجبني. أشعر بأنني سأعاقبك أشد عقاب لأنك أصبحت عاصية. مولي؟ نعم سيدتي. ما عقابها؟ أن نضربها بالعصا. خذوها من هنا. دعوني، أنا حامل، اتركوني وشأني، إياكن والمساس بي. حامل؟ ومنذ متى أصبحت حاملاً ومن من؟ الإمبراطور لا يأتي إليك، إذن خنتيه. خذوها. إنه الإمبراطور. دعوني. جلالة الإمبراطور، جلالة الإمبراطور، أنا حامل، والإمبراطورة ليفشي تريد أن تضربني بالعصا. أمه، إن بيوتي لي حامل بطفلي أنا، الذنب ذنبي. أصدرت أوامري ألا تغادر قصر جيوفانغ قبل إتمام زواجك بينر. هل تتجاهل أوامري؟ أم أنك لا تنوي مفارقة هذه المرأة؟ لا أجرؤ على ذلك، أقول الحقيقة فقط. لا يوجد إثبات على ذلك، لا أصدقك. أيها الخدم، تحركوا وخذوها من هنا. صاحبة الجلالة، الإمبراطور غادر قصر جيون فانغ وذهب إلى قصر يالان بالليل، وأنا شاهدة على ذلك. أنت؟ أنا من رتب له ذلك. كنت أظنك تحبين الحياة، ولكنك خيبت ظني وتتعجلين بخسارة حياتك. لا بأس، سأساعدك بتنفيذ رغبتك وأقضي عليك. تعالوا خذوا يونسي واقضوا عليها. حاضر. أتوسل إليك جدتي، أعفي عن يونسي. صاحبة الجلالة، جلالتك، قلت لي أستطيع أن أحصل على ما أريد، أرجوك أعفي عن المسكينة. ينار، سأعفو عنها لأجلك. أيها الحراس، لن أقتل أحدا، ولكن لا بد من العقاب وعلى الفور. بيوتي لي قامت باستدراج الإمبراطور، وعليها ملازمة غرفتها لثلاثة أشهر، ويونيسي خدعت رؤساءها وأعلنت العصيان. اضربوها 100 مرة بالعصا. يونيسي، هل تعترفين بذنبك؟ أعترف بذنبي. لا يهمني إن اعترفت أم لم تعترفي. لا تتعجلي بالتقدم هنا في القصر، ولا تظني أنك تستطيعين إنقاذنا جميعا بذكائك. الاستراتيجية هنا أن نتقدم بحكمة ونلعب لعبتنا بدون مخاطر. أنقذي نفسك أولا، فهمت؟ حاضر. الإمبراطورة صغيرة ولا تعرف الكثير، وبصفتك المرافقة لها عليك أن تعلميها الكثير الكثير من الأشياء. يجب أن تنجب بأسرع وقت ممكن، هذا واجبك الآن، وإلا هلكت. إنقاذ الآخرين
أنقذي نفسك. هل فهمت يونسي؟ حاضر. مولي. نعم. فلندخل. صاحبة الجلالة، لستم تأليما، لم أشعر بأي ألم. صاحبة الجلالة، أعرف أنك سوف تتكلمين. أخبريني يا صاحبة الجلالة، كلميني. أرجوك. لا أريد ارتداء. صدقوني، لا أريد ارتداء. سأحل هذا الثوب. صدقوني يا نار. تعالي. ينر، من الآن فصاعدا عليك أن تهدئي وتتوقفي عن اللعب. أنت الآن الإمبراطورة، أنت المضيفة للقصور الست. الأمر في القصر مختلف عن الخارج. أي مرسوم خاطئ سيؤدي إلى كارثة. طلبي الوحيد أن تسمعي ثم تتكلمي. هل تفهمين؟ مستحيل، لن أتزوج خالي. أخبروني أنه من المحارم. هذا هراء. إن من يطلق مثل هذه الأكاذيب فهو يريد لك الموت. ينر، الكثير من الناس يشتهون ارتداء التاج، لكنهم يحلمون. في المستقبل لا تتحدثي هكذا، ولا تجعلي جلالتها تسمع منك هذا الكلام. هيا فلنضع هذا التاج على رأسك. بشكل عشوائي في القصر، إنه مثال على ذلك. لقد تحدثوا بشكل غير رسمي، لا يجب ذلك. هذه الأمور لا يجب أن تحدث. تكلمي بشكل رسمي، هل تدركين؟ تكلمي بشكل رسمي، هل تدركين ذلك؟ لا تتكلمي بعشوائية، هل تدركين ذلك؟ يونسي. أنستي، ماذا حصل؟ ضميني، ضميني، أنا خائفة جدا. أنا خائفة. سوف أحميك، لا تخافي من شيء. أنا خائفة ولا أريد أن أتكلم، ولا أريد لك الموت. لا أريدك أن تموتي. أحبك يونسي، أحبك. أنا بالخبر، غرقت بيوتي لي فجأة في نهر مينغ بعد أن استقرت أوضاعها. حتى إنهم لم يعثروا على جثتها، ألا ترون ذلك غريبا؟ نهر مينغ ضحل جدا وليس فيه تيارات،
فكيف بهم ألا يعثروا على جثتها؟ أظن أن الأمر مدبر وأنها قتلت. ألم يكن هناك موت غامض للسيدة دعاكي منذ مدة من الزمن؟ إنه نهر مملوء بالأسرار. توقفي، الإمبراطور لا يريد أن يرى أحدا، ابتعدي من فضلك. دعها تمر، هيا نفذ. من يموت تحين ساعته. لماذا ما زلت تنظر إلي؟ غادر من هنا. بأمرك. سيدي، لابد أنك تفكرين أنني ميؤوس منه وبلا فائدة. لم أستطع حتى حماية حبيبتي. لا تخدعيني. ما فائدة الملك وما فائدة الجاه؟ لا شيء. أنا كأي رجل محروم. صاحب الجلالة، إذا كنت تشعر بالتعاسة فلا تبقي ذلك داخلك. إمبراطورا كنت أو من عامة الناس، ربما يكون موت بيوتي لي عبرة لنتذكر دوما أن الحياة ليست وردية باستمرار، وأن هناك أشياء حلوة وأشياء مرة. هذا شيء واضح ولا مهرب منه. اسمح لي أن أرافقك لأدخل البهجة إلى قلبك وضع الماضي بما فيه. ما رأيك؟ يونسي، أنت لطيفة معي وتهتمين بي كثيرا. بصراحة يبدو أنك في غيابي تكونين أكثر طواعية ولا تقعين بالمشاكل. لا يمكن، كنت هادئة جدا أقوم بعملي كل يوم. انظري إلى يدي وحكمي. هذا جيد، اطمأنيت عليك. يونسي، قولي لي، متى توصين بي عند الإمبراطور؟ لازلت تريدين ذلك؟ هذا أكيد، فلا أريد أن يصبح مصيري كمصير ذات الشعر الأبيض. المسكينة لم تقابله بحياتها، وعندما طلبت قتلت. امتد عمرها لتلك اللحظة، وهذا من حسن حظها. العديد من الفتيات كنا مفضلات عند الإمبراطور ولم يعشن ليصبحن بعمرها. كبيوتي لي كانت لا تزال فتية. شير، الملوك يسببون المشاكل لمن حولهم، لهذا أريدك أن تنسي هذا الأمر. يونسي، أنت هنا؟ جلالة الإمبراطور أرسل أحدا بالكثير من الهبات والعطايا لك، لابد أنهم وصلوا الآن للقصر. هبات لي؟ صحيح، جميعنا معجبات بك. إذا أصبحت محظية ملكية ذات يوم فتذكرينا. هيا نذهب. هيا. شير، مخادعة، لا عجب أنك لم تقربيني إليه. إن كنت أنت من سيفوز بالقرب من الإمبراطور صدقيني فسأشعر بسعادة أكثر من أن تكون واحدة أخرى. نتشارك في هذه الحياة البسيطة، ولكن في الحياة الأخرى فأنت مختلفة. شير، انتهينا، فلا تضحكي علي. كل النساء يسعين لحبه، وأنت لك الحق أيضا. كم كنت حمقاء حين وثقت بك، حمقاء. ومن هذه اللحظة سوف أعتمد على نفسي. شير، شير، شير. شير، لو تعرفين كم هو مريع أن يختارك الإمبراطور عندما تتوجه إليك كل السهام ولا تستطيعين الرد على ذلك. لم أرد ذلك أبدا، لم أرد ذلك.
جلالة الإمبراطورة، أنت صغيرة جدا ولا تعرفين الحقيقة. يونيسي تعاملك بشكل حسن ظاهريا، لكنها في الواقع تستغلك وذلك لتتقرب من الإمبراطور فقط. فكري بذلك، إليا تريد الاستفادة من الإمبراطور، لابد أن هناك بعض المتاعب. جلالة الإمبراطورة، يجب أن تلقنيها درسا. صحيح، يجب حجزها للعقاب ويجب ألا تخرج إطلاقا. هل توافقينني رأيي أم ماذا؟ هذا لا يمكن أبدا. لو أراد الإمبراطور أن يراها ووجدها محتجزة ومضروبة سوف يلوم الإمبراطورة. كيف يحصل هذا؟ أن يحبها الإمبراطور لأجل جمالها وشبابها فقط؟ إذا ضربت وفقدت جمالها فهل سيحبها الإمبراطور؟ هل سيظل راغبا بها؟ وحتى إن بقي راغبا بها يمكنك القول ها قد غادرت القصر وتزوجت من أحدهم، أو حتى ماتت من مرض ما. هناك قصص كثيرة تتناقل في قسم الحريم، اخترعي له أي قصة منها. الإمبراطورة نامت. صاحبة الجلالة نامت الآن، الأفضل أن تذهبن من هنا. نحن سنغادر. آنسة يونيسي. جون غونغو، بما أخدمك؟ سيأتي الإمبراطور إلى القصر هذه الليلة، عليك بتحضير نفسك. الإمبراطور كفأني كثيرا لعدة أيام، من المستحيل أن يكون أعجب بي. ولو حصل هذا سأكون بيوتي لإيطاليا، علي أن أعتني بشير والإمبراطور، لا يمكن أن أموت. هل نامت يانار؟ خلدت جلالتها للنوم. هذا جيد. أريد أن أطلب معروفا. ماذا تفعلين؟ أعلم أنك تحسن إلي، ولكني سأصبح محطا لنقد الجميع وفي مركز متواضع، كلمتي لا وزن لها. لم أتخيل أبدا أن أصبح مرافقتك لأستمتع بالثراء. أنا قانعة بما لدي وأريد أن أحيا حياة عادية طوال حياتي، فإن كنت ترغب بي فإني سأقدم لك نفسي الآن، ولكن لا تسجل ذلك بسجل، فهكذا يطول عمري ويكون بوسعي أن أبقى إلى جوارك، أشاركك الهموم وأهتم بجلالتها، أتوسل إليك تلبي طلبي. أنت طيبة، لا أعرف كيف أعبر لك عن تقديري. ماذا أعطيك كي أكافئك؟ لم أفكر بسلامتك، متأسف. صاحب الجلالة، أتعرفين شيئا؟ من بين كل المحظيات
أنت الوحيدة التي لم أشعر معها بالتوتر. أرجو لقلبك الطاهر النقي أن يظل هكذا للأبد. قبل أن أقدم لك مطلق السعادة لن ألمسك. أنا أعرف ما تخشين، يمكنك أن تريحي قلبك، ولن أفعل ذلك حتى في وقت لاحق. سوف أستعمل سلطتي لحمايتك وستتغير الأمور. ما الأمر؟ ما الذي حدث؟ بيوتي لي ماتت والإمبراطور استبدلها بالجديدة. لابد أن القصر فيه هرج ومرج، لما لا تنضمان لهم وتتمتعان بصحبة الإمبراطور؟ نحن سيدات محترمات ولسنا غير ذلك، وعندما يأتي جلالته لن أقوم بهذا، لن أستطيع أبدا. توقفي توقفي، سأمسك بك. إلى أين ستهربين؟ جلالة الإمبراطور، إنني أفتقدك كثيرا. كيف حالك؟ لما لم تأتي وتجالسني في القصر؟ جلالة الإمبراطور، تعال وزورني في قصري. تعال وزورني في قصري رجاء. أرجوك. حسنا. بالقرى من تختار أطول عشبة تحظى بصحبتي. منذ متى يفعل هذا؟ هذا شيء مزعج. مولاي، مولاي، الإمبراطورة أتت لرؤيتك. انصرف. بأمرك. لوينغ، تصرفت بحماقة ثانية. أليس هذا ما تتمنينه؟ كيف أتمنى شيئا كهذا؟ لم تحب بيوتي لي يوما، لذا فإنني على اتصال بنساء أكثر. سأصاحب واحدة تحبينها. بني، أعرف أنك لا تحبني، ولكن كل ما أفعله هو لمصلحتك. هل تذكر؟ في طفولتك لم يكن والدك يحبك مطلقا، وكان يريد منح العرش لروفي ابن سيدك. قمت بالركوع لمدة يوم وليلة مع 7 من الرجال الحكماء أمام قصر يونغل حتى عدل الإمبراطور عن رأيه، وهذا كله حتى لا أؤذي روفي. عشتما أنتما الاثنين تحت سقف واحد، والنتيجة أراد إيذاءك. بالرغم من شعوري بالسخط خططت للعرش من أجلك. هل ارتكبن بذلك؟ أمي الإمبراطورة لا تخطئ أبدا، لكنني أريد سؤالك، ما الخطأ الذي ارتكبته بيوتي لي؟ لماذا قتلتموها؟ هل لديك أي فكرة كم كنت أحبها؟ أحببتها من كل قلبي.
إنها من طرزتها، هل بها أي عيب؟ انظر انظر وتمعن بالتطريز جيدا، به خلل كبير ويدل على تواطؤها مع عدونا.